فريق ايفان طرون الانسان باش يكون واقعي هذا ولد علي ربي يكون معاه، لان الهدف تاعو قريب في سبتمبر راح يلعب الدور الاول باش يلعب تاهل البطوله الافريقيه تدي على اولمبيه، يعني وقت صغير ولكن انا على ثقه بالامكانيات تاعو والكفاءه تاعو والجهد راح يديروه مع اللاعبين باذن الله نجحوا في الدوره الاسلاميه اللي هي دوره بكل صراحه نقول لكم من ذوك دوره يعني مستوى صعيب كبير. حنا فريق ايفان طرون متكون حاليا يعني ونزيد نبروفيتي حاجه، احنا لازم في الفرق الوطنيه نحبسوا من الفرق الوطنيه المناسباتيه. انا نتكلموا مع السعوديين تما مع مدربين الزملاء تاعنا والمدراء الفنيين الامارات اليمن فرنسا مختلفين في العمل، هما ما يديروش فرق وطنيه مناسباتيه، يعملوا على طول تكوين قاعده سنه. احنا ان شاء الله الحمد لله نقولوا باللي بدات الامور تتحسن، ولكن احنا حابين في نفس الوقت نحوسوا النتيجه شي واحد باش تبني وتحوس النتيجه شي واحد. انا مرات اخرى نطلب كما يقولوا بالك سمح مش من الجمهور الجزائري، كنا حابين نديروا اكثر نفرحهم، الله غالب هذا واش قدرنا، والاسباب هي نقص تحضير وثانيا غيابات على ما لا يقل على 6 لاعبين، هذا مو السبب ولكن حقيقه. وزبيازا الفريق المصري كان قوي علينا من كل نواحي، يعني كما يقولوا وقفنا معاه ولكن وقفنا بقضيه جرينطا وشويه اللاعب تاعنا القصير، مي بقول صراحه الانسان يكون واقعي فريق اللي خاصه كل لاعبين تاعهم ما نقولش كل بالك خص واحده يلعبوا في الفريق الاكابر.